ضيف إيران إسماعيل هنية اغتيل على أرض مضيفيه وسط كل الفرضيات المبكرة بشأن طبيعة الرد. تبدو إيران في مأزق، فهنية جرى اغتياله داخل الأراضي الإيرانية، واختراق السيادة في حد ذاته يقتضي منطقياً رداً مماثلاً، خاصة أن طهران وصفته بتجاوز للخطوط الحمر. حتى استراتيجية وحدة الساحات التي تتفخر إيران ببلورتها تضعها في مأزق، فبالتزامن استهدفت غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية الرجل الثاني في حزب الله فؤاد شكر. وقبل أيام شنت إسرائيل هجوماً على أهداف للحوثيين في الحديدة، ومنذ اندلاع حرب غزة توالت الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية مستهدفة قادة إيران ووكلاءها، ولم يرقى أي انتقام في المقابل إلى مستوى الوعيد الإيراني بالقدرة على محو تل أبيب من الوجود، بل غالباً ما تلقي القيادة الإيرانية مهمة الرد على عاتق أذرعها في المحور الذي تقوده، وحتى عندما انتقمت بالأصالة لمقتل ضباطها في استهداف قنصليتها في دمشق مطلع أبريل الماضي، لم يسفر ردها آنذاك عن مقتل أي إسرائيلي، بل كانت ضربة محدودة النطاق افتقدت بالأساس إلى عنصر المفاجأة. فقد خرجت بعدها تقارير تفيد بأن الإيرانيين أبلغوا سلفاً الأمريكيين بتفاصيل الانتقام، والضربة الكبرى كانت في 2020 حين اغتالت نيران أمريكية قائد فيلق القدس قاسم سليماني، واقتصر انتقام إيران حينها على إطلاق بعض الصواريخ صوب قاعدة في العراق تضم قوات أمريكية، ولم يصب أي جندي أمريكي بأذى في القصف. وفجر بعدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المفاجأة حين قال إن طهران استأذنت واشنطن في قصف قاعدة أمريكية في العراق حفظاً لماء الوجه. تلقت إيران ضربات عدة في الخارج وفي عقر الدار ولم ترد بالمثل، وهذه لحظة حقيقة كاشفة أخرى تقف أمامها صدقية وجدوى شعارات وحدة الساحات أمام اختبار جديد.